طيب، كنا شفنا انا قطعت هذا هذا بارت 2 لل كنا عم شوف كيف بدي اعمل سيرش اوتوميشن. يعني انا بعمل مثل بوت للبراوزر لحتى يتحكم بالبراوزر، يتحكم بكليك واي شيء الانسان بيعمله عادة بالبراوزر. ف بدنا نشوف، كنت قلت بدي اجرب شغلة ما قدرت اجربها بهيداك الفيديو. هذا بارت 2 مثل ما قلت. الشغله بدي اجربها، بدي اعرف اذا هذا التايم اوت بكبل لي اكسبشن ولا لا. فانا لحتى اتاكد حاعمل شيء، راح اطفي الانترنت، راح له خليه يفوت على خليه يجرب يتصل ب بجوجل. اوكي، ف اوكي ف كنت عم اقول انه بدنا نجرب ب try accept يعني هون. اوكي، شو اسمه، ايه فخلي يورجينا اياها وخلي يوقف بالاخر حتى ما يشيل لي اياها. يعني خليه يبين البراوزر قدامي. ف ايه فهلا شو عملت انا؟ انا عملت هلا طفيت الانترنت قصدا لحتى بدي قصدا فوتو بي تايم اوت. مش هعمل لها تراي، او بتعرف حتى اعملها تراي فرد مرة و اكسبت، بعتقد هيك هي السنتاكس. حتى انا بس برنت عادي entering accept. أو accept exception catched هيك أحلى. catched راح نقلب من هيك. بصراحة أنا دايما زي هيك. بس انت مجرد ما فت بالاكسبشن يعني انت يمكن هذا يعمل نال مثلا، ما بعرف يرجع نال بعتقد او شيء، بصير بيعمل لي مشاكل تاني، بيعمل لي اكسبشن تاني، بيكبني برا هون يمكن. ف حقيقة اي برنامج مفيد راح يكون هون. ومن قلعه كنترول اس خف 5. هلا بده يفوت باكسبشن. الاكسبشن تاعي كان بيقول entering exception catched stack trace. مبين هون في اكسبشن انه ايرور بس سكرها يعني بينت و this opens but closes after صح. هيدي باللاين 11 هي ما هو لحظة اصلا هو عنده مشكلة بها. وهون هون طلع برا باللاين 11 صح. انت بتعرف شو حتى نخربها لهاي شوي. زود الانبوت حط لك شي شغله بلا بلا. او بدي مشي الانترنت. ايه معقولة ما في كنك تمام مرة تانية. هي اكسبشن كاتش تمام. فنطر 3 ثواني وهي عم يطلع. هلا هي مشاكل يو اس بي ديفايس هاندل وين
denied by user well. Radio power. ما بعرف هالايرورين وشو قصتهم. بلوتوث و يو اس بي يجربوا يو اس بي هون. يعني اجمالا لما بيفشل انه يلقط هيدا لهون can't create base directory. المهم فهذا اللي صار. هلا هو هون هون الانبوت فناطر مني بس اي شيء رح يطلع. هلا هو لقط الاكسبشن هذا اللي كان بدي اياه. اكسبشن كاتش تمام. هو حتى اعطيه اي حرف. هلا بدي اسكر. طيب فهذا البارت 2 للفيديو تاعي. مجددا قدرات هائلة يعطينا اياها. واذا بده يشتغل على السكت في يشتغل على السكت ساعتها بتقول له هيدلس نشيل هيدا الكومنت. هذا نتأكد هون اي سطر يكون عم يعمل مشكلة. هو فاد بالـ exception catch. ما قال لك عنه أي سطر. هو لاين 16. كل احوال انا ما قلت له ستاك تريس ما بعرف شو هو. طيب ما بس فهيدا كل شيء هلا و اتمنى لكم التوفيق.